هجوم انتحاري مفاجئ في قلب العاصمة المؤقتة عدن. فرغم الاستنفار الأمني تزامنا مع تواجد الرئيس والحكومة، يتخطى الإرهاب المتجول الطوق الأمني مستهدفا عسكريين أمام بوابة معسكر الصولبان في قرمكسر. تفجير أسفر عن مقتل وجرح العشرات من الجنود وهم متجمعون في انتظار تسلم رواتبهم. سبقته تحذيرات ومخاوف حمله مسلسل الأحداث الإرهابية المماثلة في وقت سابق، وبالتزامن معه اشتعلت أسئلة كثيرة حول غياب الحماية الأمنية لهذه التجمعات. مع أن الصورة والخبر لا تقول الكثير، فقد شهد هذا المكان وهذه المدينة سلسلة من الهجمات على قوات الجيش والأمن، هجمات ليست متقاربة من حيث التوقيت لكنها كذلك من حيث الدلالات. فالشاهد أن حوادث الإرهاب لم تعد مشهدا مستغربا في اليمن عموما وعدن على وجه الخصوص، بل إنها واقع تعايش معه اليمنيون وألفوه في أسوأ الظروف الأمنية خاصة، والبلد يعيش حربا مفتوحة مع الإنقلابيين. تعيد هذه التفجيرات عدن إلى قلب الخطر، خصوصا في ظل تواجد الرئيس والحكومة واستمرار نزيف الجيش والأمن على أرصفة وشوارع العاصمة المؤقتة، الأمر الذي يرفع من وتيرة القلق بشأن قدرة الحكومة والرئاسة على تجاوز كل هذه المخاطر ومهددات فرص البقاء والعمل من على هذه المساحة. ولأن الخسارة البشرية الجديدة التي يتكبدها الجيش والأمن في المدن المحررة كبيرة وباهظة، فلم يكن لهذه الحادثة الأخيرة أن تمر دون أن تعيد رسم علامات الاستفهام في نهايات جمل ومعطيات وإحصاءات. سبق أن أكدت الأجهزة الأمنية تراجع العمليات الإرهابية في عدن والمحافظات المحررة. عام وأكثر إذن ولا يزال سؤال الأمن في عدن على لونه القاني وبلا جواب يطمئن الناس، رغم محاولات تثبيت الأمن والبحث في متاهات إعادة الاستقرار المفقود.